مبروك مبروك يا متر. لا المكتب شيك بصراحة، يستاهل كل التعب اللي تعبته عشانه. تحضر حفلات وتدفع تذاكر وتستناني على باب الأوبرا وتحاصرني بنظرات وابتسامات وتقف قدام باب الفيلا وتتحبس في زنزانة ضلمة. لا وقال ايه، تفرح قوي بالمحضر اللي اتعمل لك وكتب فيه اسمي واسمك في سطر واحد. فاكر؟ فاكر يا مترو ولا نسيت؟ مش فاكر حاجة. أكيد أكيد هتنسى الثمن اللي دفعته وتفتكر المكسب اللي في إيدك. فعلا عندك حق، أنا مش فاكر غير المكسب اللي في إيدي. تبقى كذاب وأناني، تبقى ولا حاجة على فكرة. أنا ممكن أكون كنت ولا حاجة، بس دلوقتي بقى أنا معايا كل حاجة. كل حاجة؟ وهي الفلوس والوظيفة وأوضة في مكتب سلام زهران، بالنسبة لك كل حاجة؟ طب وأنا؟ ما أنا بتكلم عليك أنت، بس أنت بقى غبية ما بتفهميش. أنا فعلا غبية، غبية ومتخلفة واستاهل كل اللي جرالي. غبية عشان صدقت واحد خاين بيلعب بمشاعر الناس عشان مصلحته. غبية إني قبلت أكون كوبري اللي عندي عليه منتهى الأسوأ عشان توصل لهنا. غبية إني جيت هنا أصلا. إيه ده؟ استني هنا، أنت رايحة فين؟ إيه ده، هو ده كل اللي عندك؟ واحد ضحك عليكي وفهمك إنه بيحبك عشان يوصل لأبوكي، وفي الآخر تيجي تهزقيه في نص دقيقة بس كده وتتكلي على الله؟ هو أنت كمان مش عاجبك كلامي؟ لا هو عاجبني الصراحة، بس ما استكفتش. ما استكفتش؟ ده لو واحد سرق موبايلك كنت هتهزقيه أكتر من كده، فما بالك بقى بواحد المفروض يعني إنه سرق قلبك. ما حصلش، أنت يا دوبك خدرتني بكلام متزوق، أحاسيس مزيفة، وأديني أهو جيت عشان أشوفك على حقيقتك وأفوق منك ومن إدمانك. يا بختك يا جنة، والله العظيم يا بختك. أنا عملت كل اللي عملته ده عشان أقدر أنساك وبرضه ما قدرتش. مسحت رقمك ومسحت حتى كل الصور اللي اتصورتها في حفلاتك، فكرت أتجوز وفكرت أسافر وحتى فكرت أموت، وبعد كل ده مجرد ما باباك يكلمني ما ترددتش وجيت على طول. اه طبعا، ما هي دي الفرصة اللي بتدور عليها من بدري ومش هفوتها يا جنة. أنا ما صدقت لقيتها، أنا ما صدقت جيت المكان اللي ممكن حتى أشم فيه ريحتك. طب تعرفي إن حتى وأنت بتهزقيني دلوقتي برضه مبسوط ومستمتع جدا. أنت عايز إيه؟ عايز تخدعني تاني؟ لا والله أبدا، عمري ما فكرت أخدعك، وحتى لو كنت خدعتك قبل كده عشان أوصل لباباكي، فباباكي خلاص وصل للي هو عايزه. الخطة اللي رسمها تمت بالظبط، هو كان عايزك بس تيجي وتشوفيني قاعد على المكتب ده، ودي حصل. دلوقتي بقى باباكي ممكن يقول لي مع السلامة، بس ساعتها بقى دي هتبقى أحلى مع السلامة سمعتها في حياتي. ليه؟ عشان ساعتها هتحرر من الوعد اللي قطعته على نفسي، وأقدر بقى أقولها لك بكل بساطة، أنا بحبك يا جنة. I'm